صار لي سنتين ما شفتك يا رجل، وين الغيبة؟ والله بها الغربة يا دكتور حمدان. بها الغربة نيالك يا عمي، ليش في أحلى من الغربة؟ الله وكيلك العيشة هون صايرة مملة وروتينية. شو هالحكي يا شيخ؟ قد ما كان بضل هون أفضل من الغربة 100,000 مرة. هيك ولا؟ شو فكرك لك؟ المهم احكي لي، شلونهم هالفرنسيات معاها؟ لك أنت بتعرفني أنا مو تبع مشاكل يا حمدان. بعدين لعلمك انا تجوزت وصار عندي ولد وبنت. تجوزت فرنسيه؟ إيه لك يا عمي العزل الرز. لا شو فرنسيه، تجوزت من هون. الله يسامحك، هلا بعد كل هالغربه ما تجوزت الا من هون؟ ايه شو قالوا لك سافرت لحتى اتجوز؟ بعدين ما في احسن من بنت البلد اخلاقا وجمالا وتفكيرا. وبتقلي مالك تبع مشاكل، لكن كيف اكتشفت انه البنت العربيه احسن من الاجنبيه؟ بالحاسه السادسه ولا بالاستشعار عن بعد؟ يرفع عليك شاب. شلون بتحب الهوتيل؟ سادس اعلى عيني راسي. يا ناهد. نعم دكتور. عاملين لها رضا عليك فنجانين قهوه ساده ولا تخلي حدا يدخل لعنا ابدا. واللي عنده مواعيد دكتور. لا انا ناوي. بس دكتور ما في عطلك. ولا يهمك مو مشكله. طمني هلا. كيف الاهل؟ كيف حمص؟ لسه ما سافرت على حمص، حبيت اقعد يومين بالشام لزور الدكتور يوسف المحمود. انت بتعرف له افضال كثير عليك. تفضل. يستنوا اليك. ما عرفتكم ببعضكم، لا انسى ناهي. اهلا وسهلا. الدكتور وجيه من اعز اصدقاء دراسي. اهلا وسهلا دكتور وجيه، واسف كثير على اللي صار، بس هيك تعليمات الدكتور. ولو ماشي الحال ما صار. بالإذن. مع السلامة. ايه حمدان؟ قل لي شو صاير؟ بشو؟ فيني إلا شو بدي؟ على علمي أنت بتصير قليل. شو قصة هالاختصاص اللي مخترعوه؟ هو صحيح أنا بتصير قليل، بس لقيت بعدين إنه دكاترة القلب أكثر من الهم على القلب. قمت قلبت. قلبت؟ ما اختلفنا. بس كيف خطرت على بالك قصة التوعية الصحية الاجتماعية؟ بالصدفة الله وكيلك، مرة طلب مني ابني عامر اكتب له وظيفة عن الأمراض المعدية، طلبت منه أنسة العلوم. قمت جبت كم مصدر ومرجع وكتبت له الوظيفة، وبعد ما كتبتها عجبتني، نقحتها وطورتها شوي وبعتها لمجلة كيف الصحة. إيه وبعدين؟ بعد شهر تفاجأت إنه المقال انتشر بمكان بارز بالمجلة. وبعثوا لي شيك مع رسالة من رئيس التحرير عم يطلب مني استمرار المراسلة، وفعلا ما كذبت خبر، صرت جيب هالمراجع واكتب دراسات ومقالات، وتطورت معي المسألة شوي شوي لحتى وصلت للي أنا فيه هلا. يعني بدون غرور أنا مشهور بالبلد أكثر من نجوم السينما والتلفزيون وكرة القدم كمان. بس أنا اللي مستغربه هالحشود اللي بقى. يعني معقول المواطن عنا وصل لمرحلة من النضج انه يراجع الدكتور منشان يتوعى صحية اجتماعية؟ لا نضج ولا بطيخ بسمير، كل ما هنالك انه الناس بتتاخد بالدعاية والإعلام، وكل شيء بيطلع بالتلفزيون عندهم يا مقدس، خصوصي إذا كان دكتور أو محامي أو حتى فنان. ممكن، على كل حال أنا ما راح أطلب كثير، ممكن نحكي على رواق بعدين. وين رايح عود؟ انت اليوم محجوز عندي وما رح خليك تمشي قبل ما نتعشى سوا. اوه وينك وين العشاء؟ لك لا تخاف رح احكي لك وقتك انه العشاء، رافقني اليوم وتفرج على نشاطاتي بعينك. طيب مثل ما بدك.